وعلى آله وأصحابه أجمعين. نلتقي في هذا اليوم في مكتب الدار الحديث الشريف في أوقاف طول كرم لتنظيم هذه ورشة العمل للحديث عن الأسرة وأهميتها في الإسلام، وذلك بمشاركة الإخوة في المحكمة الشرعية ولجان المرأة للعمل الاجتماعي واتحاد المرأة، أيضا بمشاركة الأخوات المدرسين والمدرسات في دار القرآن الكريم والعاملات في أوقاف طول كرم للحديث عن عوامل وعناصر الهدم وبناء الأسرة في من منظور إسلامي. أيضا نستضيف فضيلة الشيخ شريف قاسم للحديث عن أهمية الأسرة في الإسلام، واستضفنا المحكمة الشرعية لعرض علينا أهم المشاكل التي تواجههم في عملهم وما تواجه الأسرة من مشاكل متعددة في هذا الوقت المنتشر في القضايا الاجتماعية بشكل كبير، للمحاولة من الحد منها والتقيد في تعليم الإسلام وبيان أهمية الأسرة في الإسلام. احنا اليوم نشارك في فعالية مع وزارة الأوقاف كمؤسسة نسوية نحكي فيها عن الأسرة والتحديات التي تواجهها الأسرة الفلسطينية بشكل خاص في ظل تزايد العنف في داخل الأسرة، في ظل تفكك الأسرة اللي بنلاحظه في هذه الفترة، وبالتالي احنا مشاركتنا راح تكون لنسلط الضوء على أهم التحديات اللي بتواجه المرأة الفلسطينية، وإن شاء الله إنه يعني المنظور اللي بنحكي فيه هو منظور متكامل مع المنظور الإسلامي والمنظور المجتمعي الحريص على بناء أسرة سليمة، أسرة صحية، واللي هي الأساس لبناء المجتمع بشكل عام.